اليوم وبمناسبة إصداري لكتاب الشعر شعري ومشاعري ومناسبة عيد ميلادي 60، أرى أنه بعد خدمة 40 عام متتالية في مؤسسة الرابطة في العمل السياسي والاجتماعي، أرى بأنه آن الأوان بأن أقدم استقالتي من إدارة الرابطة لأتيح المجال للشباب والصبايا الذين حسب اعتقادي لديهم الإمكانيات الهائلة من ومبدعين أن يأخذوا أن يكون لهم مكان ودور فعال في إيجاد الأطر المناسبة. ولذلك حسب اعتقادي بأن المكان الذي شغلته مرار على مدار 40 عام حسب اعتقادي يستطيع أن يملأه الشباب، ونحن سنكون لهم داعمين ومؤازرين على مدى بكل ما يريدون من دعم ومؤازرة. وأنا كل ثقة بأن الشباب هم شباب مبدع، شباب مثقف، شباب واعي، شباب يستطيع أن يخدم مجتمعه بالشكل الأنسب، وربما يحتاج منا إلى بعض الدعم وبعض الإرشاد، ونحن سنكون دائما على استعداد التام للإرشاد والتوجيه لشبابنا وشاباتنا. وأتمنى للجميع التوفيق، وأنا قد خدمت 40 عاما في مؤسسة الرابطة، وأنا الأوان أن أعود لبيتي لأتطوع في بيتي وأرى أولادي أكثر وأكون مع أحفادي أكثر. أشكر مجتمعي وأشكر يافا على الثقة التي أعطتني إياها، وإن شاء الله أكون عند حسن حظ الجميع. شكرا لكم جميعا، أحبكم.